إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، روى البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. أيها الإخوة الموحدون، اعلموا أن التفقه في الدين منه ما هو واجب عيني عام، ومنه ما هو واجب عيني خاص، ومنه ما هو واجب كفائي. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: كما في الإحكام في أصول الأحكام فيما هو من فروض الأعيان، وهو أن كل مسلم عاقل بالغ من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، يلزمه الطهارة والصلاة والصيام فرضا بلا خلاف من أحد من المسلمين. وتلزم الطهارة والصلاة المرضى والأصحاء، ففرض على كل من ذكرنا أن يعرف فرائض صلاته وصيامه وطهارته وكيف يؤدي كل ذلك. وكذلك يلزم كل من ذكرنا أن يعرف ما يحل له وما يحرم عليه من المآكل والمشارب والملابس والفروج والدماء والأموال والأعمال، فهذا كله لا يسع جهله أحداً من الناس، ذكورهم وإناثهم، أحرارهم وعبيدهم وإماءهم. وفرض عليهم أن يأخذوا في تعلم ذلك من حين يبلغون الحلم وهم مسلمون، أو من حين يسلمون بعد بلوغهم الحلم، ويجبر الإمام أزواج النساء وسادات الأرقاء على تعليمهم ما ذكرنا، إما بأنفسهم وإما بالإباحة لهم لقاء من يعلمهم. وفرض على الإمام أن يأخذ الناس بذلك، وأن يرتب أقواماً لتعليم الجهال. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة الأفاضل، فمن خلال ما تقدم يتبين لنا أنه ينبغي على كل مسلم ومسلمة، ذكرًا كان أم أنثى، حرًا كان أم عبدًا، أن يتعلم من أمور دينه ما ينفعه في الدنيا والآخرة، ما ينفعه في الدنيا والآخرة. ومن هذه الأمور ما هو فرض عين عليه
تعلمه كما أوضحنا في البداية، ومنه ما هو فرض كفاية. ولذا فإنني وبعد التوكل على الله تعالى سأشرع وإياكم في هذه السلسلة الفقهية المبسطة في التحدث عن أمور فقهية تهم المسلم في حياته، وواجب عليه أن يتعلمها من فقه الطهارة والطهارة والصلاة وغير ذلك. وسيكون مضمون هذه السلسلة المبسطة الطهارة والصلاة فقط. ولذا فأعرني قلبك وسمعك يا عبد الله، وتدبر ما سأذكره لك في هذه السلسلة في كل لقاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من العاملين بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين لهديه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن نفسي والشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.